بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن شاء الله ربي يوفقنا في فقه هذه الآيات الكريمة التي وردت في سورة غافر لابسوليتو. نبدأ بآية 59. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي الذي لا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق الله الحي. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ومن قال هذا؟ هو الله اللي كلامه لا يرد إلا من طرف المفتونين بالشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها تحبوا ولا تكرهوا أنتم مقبلون عليه وهي قادمة عليكم حبمتم أم كرهت وهذا قضاء من قاهر. ولا تستقدمون الساعة ولا تستأخرون أنكم سترجعون ترجعون الله في تلك الساعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها يعني تنتهي الحياة الدنيا ويبدأ الحساب بألوان كلها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن ما فرعون وآله يعرضون على جهنم من يوم أصابهم الغرق إلى يوم البعث يقعد يعرضون على جهنم صباحا مساء عارفوا علاش قادمين. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وهي حالكم البئيسه التعيسه ان اغلبكم لا يؤمنون يعني يتكلم قل الله لا اله الا الله واسلام به ولا يوقن ان الله الله وان الساعه ساعه وان الحساب حساب. ان الساعه وانه لحق مثل ما انكم تنطقون يعني يتقال من وعد وعيد هو حق ترجع تشك في أقوالك وعيت اللي انت اخترت كلمة اليمينية وجملة اليمينية وعيت جبت تقول انا غير وعد الا اللي انا يكون مجنون او يكون مثمول ولا حاجة. اما الاخرين كلكم اغلبكم تعقلون انكم تنطقون لكن الحق الذي ورد في القرآن العظيم هو اكبر شأن وصدق كامل بما أتى به. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لهذا هما يجدوا كلا روحهم بغير إيمان. وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ربي دعاه استدعوه قال ربكم ادعوني استجب لكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول بالدعاء يعني تشوف من أقواله تلقى غالب عليه هو الدعاء إلا إذا كان من أنذر ولا حاجة. أما حتى كي ينذر فهو في دعاء يا ناس اجعوا ربكم لكي يغفر لكم ما فاتكم في أيامكم الخالية ويقضي لنا سيئاتكم حسنات. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولي الحق وانا خصمت الاجماع اللي دعوه الاسلام هو مستكبر عن العباده لانه رزق جاي من سوء ادابه فعاوز يشكر ربي يزيد في الاحسان للناس واحسن كما احسن الله اليك. هو يسخر لك حق مكتسب وليس لك هذا مهما شرب يرزق فيه وكانوا مش في الاختبار وكونوا لا ماهوش يبتلى بالخير والشر. انا برشا ناس انا نهار كنت اكتب لا
نهار كل ما الدنيا مره خبزه مره، نهار كل درع النعم اللي قاعد توصل له، سواء كان في عيادته سواء كان في مكتبه سواء كان في اي مكان في الورشة، كلهم يشكيوا الايام وهو يتعاون الاسلام مش وسط الجمعه وسط واهل المجر ويولوا بالقران. وقال ربهم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي العباده يتضلل لله وترجع الامر كله الى الله، هذه العباده وتحطوا حق المحبه وماكش قاعد تعمل مزية على الله، لانه اللي خلقك هو اللي ينظر فيك هو اللي يعلم فيك هو اللي يحبك الخير، لكن انت لا تحب الخير لنفسك. والدليل انك لا تشكر الله، وقال ربي وعندنا ربكم ان شكرتم لازدنكم وان كفرتم من عذاب الله شديد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل اذلة صاغرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، شوف تشكرون هي رحمة الليل السكن ويرجع المخ من صفائه ويقوي في الذاكرة الحافظة وهذا مجرد. الله الذي جعله والتعب والفرق بين النوم بالليل وبين النهار فروق كبيرة مش فرق. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ان الله تصور النهار حين يجي الدخان يولي ما عادش مبصر والعياذ بالله، والعياذ صورة كاملة سميت بالدخان، ولهذا نرويكم انكم تقلبون نحو ذلك الحادث الهائل والعياذ بالله. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ان الله لا يفضل على الناس حتى عدوه الا الافكون على الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. هذا وقعكم، قال لا يؤمنون ولا يشكرون. وهذه لاحظت عليها لاحظت فيكم هي الشيء هذايا كم من ايه وراء ايه معناها تكشف لنا حال الناس هذوما الايمان باطل وشكرهم غائب. ذلكم لا ولا كفرهم ولا حافظ، ذلكم الله ربه خلق كل شيء لا اله الا هو فانا تعبدون. كيف فلا تلتفتون الى غير هذه الحقائق، كيف تنسون ربكم وتستحضرون شيطانكم وهذا ما شاء تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بايات اللي يشحدون، اللي تشحد مكتوب من اللي فما ايات تدل على الله. أنا الاثر خلق فيك انت وفي غيرك، ولكن انت ما تقاب تشحد ولا تشكر مولاك على ان خلقك ورزقك وهداك، انت هذا كله يتكبر عنك. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، تحدثنا في هذا قرار لو يزول لا فما منازل ولا فما طرقات ولا فما سفرات في البحر وفي الجو، كل شيء تصور اللي في الجو مو يار بالضبط الموقع بتاعه بالضبط فيه طيار، سواء كان بالحرب ولا في التجاره ولا حاجه ولا في التنقل، يعني يعرف بالضبط. وقتل يقول لي الارض غير قاره، مش يعرف قال لي مشي النقطه الميلانيه ما عادش النقطه اللي كان يعرفها، والعياذ بالله والعياذ بالله. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم تعلو السماء، وجعله سبحانه وتعالى حتى من خصائص مش تحمينا من كل شر عموما، بناء من صخور العظام وكما فماش الحبل الالهي عن طريق الطبقه الهوائيه من الوقت البشريه والحياه على وجه الارض تغيب الى الابد. وصوركم الذي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم احسن صوركم، صور روحك يا بشر سواك المولى، هو اللي اعطاك الشكل اللي تجم تطلع به انت في روحك المراه او اجتماعيا يكون هو الواجهه اللي تقابل بها الناس اللي مش عندك معاهم مصلحه تتعامل معاهم، بارك شيء كبير رزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين، هو الحي الذي هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم، والسلام على من اتبع الهدى.